كلمة المهندس محمد الجرحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عمرو علاني رئيس الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي. المهندس خالد ناصر سليم رئيس الاتحاد المصري. السادة السفراء ورؤساء الملوك المشاركة في البطولة. السيدات السادة الحضور الكرام اهلا ومرحبا بكم. باسم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ارحب بحضراتكم جميعا على ارض مصر. هيثمين والتاريخ المجيد والحاضر المشرق والمستقبل الواعد. وعلى ملاعب النادي الاهلي منظم البطوله حيث العراقه والانجازات والتحدي والبطولات. وقد كنا حريصين في النادي الاهلي على استضافه هذه البطوله الافريقيه لنؤكد للجميع على انتمائنا الافريقي وفخرنا بهذا الانتماء للكره السمراء قلب العالم ومهد الحضاره. ان اقامه هذه البطوله على ارض الكنانه تبعث برسالة طمأنة للجميع أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان. الحضور الكرام، إن استضافة النادي الأهلي لهذا الحدث الرياضي الكبير يعكس بكل تأكيد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها النادي الأهلي لدى مسؤولي الاتحاد الأفريقي، ويترجم العلاقة المتميزة والتعاون المثمر بين الطرفين، والتي كان من امتلاكها إقامة هذه البطولة النادي الاهلي وبمشاركه كوكبه متميزه من الانديه الافريقيه الشقيقه في اطار من التنافس الجاد والشديد. السيدات والساده، انطلاقا من مسؤوليتنا نتعهد امامكم جميعا بتنظيم يليق باسم مصر العزيزه وافريقيا الرائده ويليق بالنادي الاهلي ومحلته التاريخيه وجمهوره العظيم. مرة ثانية نرحب بحضراتكم وبكل الأشقاء ونتمنى لكم إقامة سعيدة في بلدكم الثاني مصر، وتمنياتنا لكل الفرق المشاركة بالتوفيق. شكرا لحضراتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة انتهاء كلمة المهندس محمد الجرحي رئيس